فعلا صح على السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها، وان كل الاخبار اللي بتنزل او البوستات اللي انت بتتكلم عليها ديت كلها كذب. فيعني انا هو ينفع الزمالك يقفل بعد اسبوعين؟ يعني ايه يقفل؟ مش فاهم. مش عارف. نادي يقفل؟ هي دكانه؟ هي ورشه؟ ده نادي الزمالك نادي كبير، يعني ايه يقفل بعد اسبوعين؟ وبناء على ايه؟ مش عارف. يعني انا مستغرب من الكلام اللي عشان بيطلع ده. يعني بناء على ايه؟ بامانه ان ممكن يتم عزل رئيس النادي. ماشي، اتعزل رئيس النادي، في مجلس اداره، اتحل مجلس الاداره، هتتشكل لجنه مؤقته لاداره نادي الزمالك. ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكله. يعني ليه بقى الزمالك يقفل؟ ما هي السوشيال ميديا بقى بتروح منزله اخبار بقى عشان الناس تبدا تزيط وتهيص في الموضوع دوت. مش هي دي الحقيقه اللي موجوده دلوقتي؟ الحقيقه اللي محدش يقدر يغفلها ان السوشيال ميديا دلوقتي هي اللي بتعمل كل الكلام ده. واللجان الالكترونيه اللي بتشتغل اللي هي ماجوره. فيعني لا، المشكله كابتن مصر ان هي السوشيال ميديا دلوقتي بقى ليها تاثير سلبي في كل الاتجاهات. يعني عمر السوشيال ميديا ما كان ليها تاثير ايجابي على حاجه خالص. يعني عمرك مثلا ما قريت حاجه وكان بقى عندك حاجه او روح ايجابيه تقدر تشتغل عليها، لان السوشيال ميديا نقلتها لك. كل اللي بنقوله لك السوشيال ميديا كلها ليها تاثير سلبي. طيب.